مشاهدي قناة سهيل أينما كنتم، طيب الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. أنباء عن قرارات جمهورية حاسمة خلال أسابيع. العطواني: ممارسة العمل السياسي أسقط الحصانة عن المخلوع. وفي روسيا الأسد يستخدم طائرات الميجا الروسية في قصف أحياء دمشق. أهلا بكم. كشف مصدر عسكري أن الرئيس عبد رب منصور هادي في صدد اتخاذ قرارات حاسمة خلال الأسابيع القليلة القادمة تهدف في مجملها إلى تقليص نفوذ المخلوع وتعزيز هيكلة الجيش بشكل يتوافق والوضع السياسي الجديد. وذكر المصدر أن هادي يقوم حاليا بالتشاور حيال استبعاد قيادات عسكرية موالية للمخلوع بهدف إيجاد وضع عسكري وأمني جديد يلبي طموحات اليمنيين. أكد رئيس المجلس الأعلى لتكتل أحزاب اللقاء المشترك سلطان عطواني أن مؤتمر الحوار الوطني الذي يجري التحضير لانعقاده برعاية إقليمية ودولية خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني لن يكون محاطا بأي شروط مسبقة أو سقف ثوابت محددة بالتوافق بين الأطراف الرئيسية الموقعة على الوثيقة المبادرة الخليجية. واعتبر عطواني أن مؤتمر الحوار الوطني سيتسم بكونه يمثل المصب للآراء والمطالب بكونه منوها إلى أن من يضعون اشتراطات مسبقة لانعقاد الحوار هم من يخشون أن تذوب مصالحهم في إطار الحوار الوطني. أدانت حكومة الوفاق الهجوم الذي نفذه مسلحون قبليون وشرطة النجدة على مقر وزارة الداخلية بصنعاء وعمليات نهب معداتها ومكاتبها. وأشارت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي أمس إلى أن كل من يقفون وراء الاعتداء يسعون إلى إشاعة الفوضى وإقلاق الأمن والسكينة العامة في محاولة يائسة لعرقلة وتعطيل العملية السياسية. وللمزيد حول هذه القضية ينضم إلينا عبر الهاتف مدير العلاقات العامة في وزارة الداخلية دكتور محمد القاعدي. دكتور مساء الخير. مساء النور. نعم دكتور، دعنا نتابع ما حدث. نعم دكتور. نعم دكتور. نعم، ضعنا في صورة ما حدث اليوم وما حدث بالأمس. طيب، اليوم ما حدث شيء في وزارة الداخلية، لكن اجتمعت اللجنة المكلفة برئاسة نائب وزير الداخلية. نعم. اجتمع وكيل قطاع الأمن ووكيل الشؤون المالية والإدارية لحصر الأضرار التي نتجت عن ما وقع يوم امس. نعم. من خلال بعض العناصر طبعا من للاسف الشديد من ابنائنا ومن اخواننا من افراد شرطة النجدة. نعم. طبعا حصل لعب كثير واتلاف الممتلكات والالات والوثائق، يعني شيء يؤسفنا جدا جدا. طبعا لجنة الأضرار شكلت اليوم تشريعا لتقييم الأضرار التي حدثت، ونائب وزير الداخلية رئيس اللجنة يعني وعد بأنه ستبدأ التحقيقات في حول هذا الموضوع ومعرفة العناصر التي قامت بهذه تعتبر جرائم يعني بكل يعني ما تحمل الكلمة. للأسف الشديد ما كنا نتوقع أنه في اشخاص يعني يرتدون طبعا هم اشخاص معدودين يرتدون الزي الرسمي الزي الميري الذي يفترض بهم ان يكونوا بحمايه الامن والاستقرار والممتلكات العامه والخاصه.
نعم دكتور، ما هي الخطوات التي تنوي الوزارة القيام بها؟ أنت قلت قبل قليل أنكم تنوون التحقيق، التحقيق مع من؟ مع أي عناصر تربطت في مثل هذه في أمور الناب والسلب والتخريب، أي عناصر أيا كانت يعني. فيعني بصراحة الدمار كبير جدا، تقول يعني أن وزارة الداخلية بمعداتها بآلاتها بأداتها لم يبقى فيها شيء على الإطلاق للأسف الشديد. نعم دكتور، برأيك ما هي حقيقة دوافع من قاموا بالاقتحام؟ التحقيقات التي سوف تجري وتتم تبين ما هي، لكن في كل الأحوال لا يوجد أي مبرر على الإطلاق يعني لما حدث إطلاقا. نعم، إذن الدكتور محمد القاعدي مسؤول العلاقات في وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات والإيضاحات. شكرا. دعت اللجنة التحضيرية لنقابة موظفي المؤسسة الاقتصادية اليمنية إدارة المؤسسة إلى اتخاذ موقفا إيجابيا من النقابة لإيجاد كيان نقابي في إطار القانون والدستور ليكون عونا للموظف والإدارة والمؤسسة. في الوقت الذي يبحث فيه جموع الشباب عن حلول، ترفع جامعة صنعاء نسبة القبول في كلية التجارة 5 درجات دفعة واحدة ومثلها للنظام الموازي. التفاصيل في سياق الاستطلاع التالية. يعني لما تكون المعدلات عالية جدا الشباب فين بيروح؟ لما كلية التجارة يعني أغلب معدلات مرتفعة وفي أعداء وإقبال كبير على التسجيل، طبعا كيف فين بيروح الشباب؟ رسالتي للجهات المختصة في حالة رفع المعدلة يعملوا حل ثاني آخر بديل، أما يخلوا الشباب هكذا الشباب فين بيروح؟ الشوارع. هذا مصير اليمن، مع أن اليمن لن تتطور إلا بالشباب والشباب بالتعليم، أما بالثانوية العامة إيش بيسوي؟ الآن كلية تجارة لحالها 2000 طالب وكلهم 85، كنا نتمنى أن تكون 85 تعبر عن أن الطلاب يستحقونها، لكن هذا العكس، أن الطالب الذي أي كلام ذا أصبح معدله 85، وبالتالي أثر لأنه بعض المناطق حصل فيها غش وكانت المعدلات عالية، فحصل بعض الطلاب أنه في منطقة يحصل على 85 بينما لو اختبر في منطقة أخرى لن يحصل على أكثر من 65 أو 70. بالنسبة لارتفاع معدلات القبول بكلية التجارة والاقتصاد، هذا الارتفاع بسبب المفاضلة التي اقترحتها نيابة شؤون الطلاب على المعدلات. المعدلات التي تقدمت إلينا هذا العام، أول طالب معدله 96.55%، آخر طالب بالنظام العام 86%، وإن شاء الله من يوم الأربعاء حسب الوعود ان احنا نقبل معدل 5%. الان 84 وكسر يدخل بكلية التجارة والاقتصاد بالنظام الموازي، تقريبا ما دون 80 لن يلتحق بالجامعة، وانا انصح ادارة الجامعة انها تقوم بعمل اختبار قبول بالقراءة والكتابة في مدرج ياسر عرفات امام الملأ، وسنرى العجب العجاب. الكثافة الطلابية التي يعني تقدموا لكلية التجارة وصل عددهم إلى حوالي 4600 طالب، هذا بالنسبة للنظام العام، هؤلاء معدلاتهم 80 وما فوق. طيب احنا بالنسبة لنا سياسة تعليم الألف يقولوا نقبل 1500 طالب، فاضطرينا ان احنا نرفع الطاقة الاستيعابية من 1500 إلى 2153، موجودة في النت وبشفافية مطلقة بالأسماء. 2153 غطت من 85 بالضبط وما فوق. من تبقى احنا نصحناهم بان يتم ينسقوا ضمن التعليم الموازي. بكل صراحة معدلات حق هذا العام هي لا تعبر عن شخصية الطالب، يعني نفس معدل، لأن بعض المدارس وبعض نتائج الثانوية غير لم تكن عادلة بذلك، فظلمت مناطق وأخرى أعطوها معدلات أخرى، فلهذا أنصح أن الجهات العامة أن لا طلاب في كلية التجارة بجامعة صنعاء. ونعود إلى موضوعنا الأول وهو اقتحام وزارة الداخلية، وينضم معي عبر الهاتف الأستاذ علي الصراري مستشار رئيس الوزراء الإعلامية. أستاذ علي مساء الخير. مساء النور. نعم أستاذ علي، ما القراءة الأولية لحادثة اقتحام الداخلية؟
هذه الحادثة تنطوي على مؤشرات خطيرة للغاية، لأن الذين يقفون وراءها يهدفون فعلا إلى إحداث شلل كامل في الدولة اليمنية، ويريدون أن يوصلوا العملية السياسية الجارية والتشريع السياسية القائمة إلى الفشل الكامل. اختيار وزارة الداخلية لم يكن اعتباطيا، لأن وزارة الداخلية هي رمز لحالة الأمن في البلد، ولهذا فقد اختاروها لكي يثبتوا في أذهان الناس بأن الأمن قد انهار بشكل كامل. وهذه العملية هي التبرع بحقوق معينة لبنود النبدة، يعدها مرتبطا أيضا بقطع أنبوب النفط الذي يشكل إسهام كبير في تقليل الميزانية العامة للدولة. ولهذا نجد أن هذه الأزمات مرتبة، والهدف منها هو فعلا إيصال التسوية السياسية إلى الفشل الكامل. نعم أستاذ علي، من حق المواطن أن يسأل أين الحكومة أين الجيش من هذه الأعمال، وخاصة اقتحام وزارة الداخلية وكذلك قطع أنبوب النفط وقطع أسلاك الكهرباء. للأسف الشديد أن المؤسسة العسكرية لا تزال منقسمة حتى هذه اللحظة. نعم. ولا يزال هناك جزء كبير من القوات المسلحة وتحديدا الحرس الجمهوري تدار من قبل نفس الدوائر التي تريد أن توصل التسوية السياسية إلى الفشل. نعم. وهذا الأمر، هذا الذي حدث بالنسبة لوزارة الداخلية، يشير إلى أهمية اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة تتعلق بتوحيد قيادة القوات المسلحة وإنقاذ الحرس الجمهوري من السيطرة العائلية. نعم. وإعادة هذا الحرس إلى صفوف الجيش اليمني كمؤسسة وطنية. نعم، إذا الأستاذ علي السراري المستشار الإعلامي لرئاسة الوزراء، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات والإيضاحات. نفت الشركة اليمنية للهاتف النقال سبافون صحة الأخبار التي تناولتها بعض وسائل الإعلام من قيام الشركة برفض قضية تعويض ضد الحكومة اليمنية، وقال بيان صادر عن الشركة وتلقت قناة سهين نسخة منه إن سبافون تنفي تلك الأخبار جملة وتفصيلا، معربة عن أسفها واستغرابها الشديد من اختلاق مثل هذه المزاعم والأخبار الكاذبة والأساليب المضللة والتي لا تمت لسمو مهنة الصحافة بصلة. كما تعتبر سبافون نشر مثل تلك الأقوال المختلقة ضدها إرهابا فكريا مرفوضا ومحاولات مفضوحة تقوم بها بعض الجهات المعروفة بهدف النيل من رصيد الشركة الوطنية ومواقفها المنحازة دائما إلى جانب الوطن، رغم كل ما تعرضت له من استهدافات غير قانونية لا زال بعضها قائم حتى اليوم. وفي الوقت الذي تؤكد فيه سبافون أنها لم تقم برفع أي قضية للمطالبة بحقوقها القانونية جراء الممارسات غير القانونية التي مورس ضدها تقديرا من الشركة لما يمر به الوطن من ظروف صعبة، فإنها تحتفظ بكل ما يكفله لها القانون والدستور من حقوق بهذا الشأن، بما فيها الحق في جبر الضرر والتعويض عن مخالفة القانون والدستور بحق الشركة. كما تتمنى الشركة من وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة قبل تناول أي إشاعات أو أخبار حول الشركة حتى لا تضع نفسها تحت طائلة المساءلة القانونية. قام حلف الفضول للحقوق والحريات بزيارة 4 من شباب وأئمة محافظة صعدة الذين تعرضوا للتعذيب من قبل ميليشيات الحوثية على خلفية إقامتهم صلاة التراويح وعقد حلقات قرآنية بمساجدهم. وقال الحلف الذي أصدر تقريرا مفصلا عن حالة المختطفين المفرج عنهم إن آثار التعذيب الوحشي على أجساد الضحايا في المستشفى تمثل انتهاكا صارخا وفادحا لحقوق الإنسان،
وعبر حلف الفضول عن إدانته لما أسماه الإجرام المذهبي الذي تعاملت به ميليشيات الحوثي مع مخالفيها في الرأي والفكر. وطالب الدولة بسرعة التحرك لبسط نفوذها على محافظة صعدة لحماية جميع المواطنين من هذه الممارسات التي تتفاقم يوما بعد يوم وتهدد السلم الاجتماعي اليمني كافة، والتصدي للإجرام البشع الذي يمس حقوق الإنسان ويقود إلى جر اليمن إلى فتنة طائفية. تعاني محافظة تعز من تفشي مرض السرطان بين أبنائها بشكل كبير، وهو ما يستدعي مضاعفة الجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان. التقرير التالي والمزيد من التفاصيل. تعز كغيرها من محافظات الجمهورية اليمنية، بل تعد أكبر محافظة تكتوي بمرض السرطان، فالإحصاءات تقول أن الأعداد في تزايد، بل نستطيع أن نقول بأنها مخيفة وتتطلب شراكة مجتمعية في ظل هذا الزحف المخيف لهذا المرض العضال، وخاصة في تعز كثيفة السكان ومتوسطة لعدد من المحافظات. المركز ومنذ افتتاحه استقبل 2000 حالة مرضية مختصة في العلاج الكيماوي. كون المركز أيضا يتخصص في العلاج الكيماوي فقط، وما يزال العلاج الإشعاعي موجود في صنعاء، نخفف من معاناة مرضى السرطان في محافظة تعز والمحافظات المجاورة. محافظة تعز تتوسط 5 محافظات في الجمهورية اليمنية تمثل ثلث سكان الجمهورية اليمنية، ولذلك يظل مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية في محافظة تعز ذات أهمية كبيرة لتقديم خدمات لشريحة كبيرة من سكان الجمهورية اليمنية. مركز الأمل لعلاج السرطان بتعز استطاع خلال فترة قصيرة توفير العديد من الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر والفحوصات، وكذا الكادر الطبي المؤهل والمتمكن من خدمة المترددين على المركز. اللي شفنا في المختبر في جميع أقسام المركز بالحقيقة كنا نراه في التلفزيون، أو كنا نقرأ عنه بالجرائد. الأجهزة الموجودة والكادر الموجود متمكن، صحيح في نقص في الكادر وفي نقص في الأجهزة، لكن خطوة الدكتور سمير سميها خطوة، أنا سميها قفزة نوعية في خدمة المريض. يرقد المرضى على هؤلاء الأسرة وقد قدر الله عليهم الإصابة بهذا المرض، وهم يشكرون الله على كل حال، خاصة وهم يؤمنون بأن قدر الله يسري على كل مخلوق كبير وصغير، رجل وامرأة، ويظل المرض خبيث وتكاليفه باهظة لا يقدر عليها إلا المستطيع. والله أنا أتمنى لأهل الخير أنهم يقدموا مساعدات خاصة في هذا المرض الخبيث هذا، ولما الجمعية هنا تقدم المساعدة تماما، ما تحيقكش إلى شيء. تتعدد أسباب الإصابة بمرض السرطان، وتختلف المناطق التي ينتشر بها المرض على مستوى المحافظة، خاصة المناطق التي تستخدم بها الكيماويات بشكل كبير وكثيف. الكيماويات أو المواد التي تعمل في الغروات، يعني كالسموم، كالمواد الخضروات، الفواكه والقات، فهذه أكثر في السنوات الأخيرة ظهرت حالات كثيرة جدا، وخاصة في الناس المتعاملين في، يعني أكثر شيء المخزنين، أكثر شيء الذي يتناول أيضا الشماء، الذي يتناولون مثلا المدى في مناطق كثيرة منتشرة في الأغر، يتفاوت بحسب الأمراض الذين نحتك فيهم. هناك مناطق مثلا شرعب في مناطق في حالات كثيرة، جبل حبشي مناطق يعني حالات كثيرة، ماوية حالات كثيرة، أكثر شيء في المناطق أعتقد اللي هي متعلقة يمكن بالسموم والقات، بالذات القات. الحمد لله على كل حال، رضينا بقضاء الله وقدره. هذا حال مرضى السرطان في محافظة تعز، وهنا في مركز الأمل يكافح السرطان ويرسم الابتسامة على الوجوه ويزرع مستقبلا مليئا بالتفاؤل. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.
نظم شباب التغيير بمحافظة عدن حفلا فنيا وخطابيا مساء الثلاثاء بساحة الحرية بمدينة كريتر، تأكيدا لاستمرار الفعاليات الثورية وصمود الثوار حتى تتحقق كافة أهداف ثورة 11 من فبراير. وألقى الشاب محمد إقبال كلمة مثل فيها شباب الثورة بعدن، مؤكدا على استمرار الفعل الثوري في ساحات النضال والشرف حتى تتحقق كافة الأهداف وسرعة إقالة بقايا العائلة من قيادة الجيش والأمن، مشيرا إلى أن بقايا النظام لا يزالون يمارسون سياسة افتعال الأزمات وضرب الاستقرار والسكينة في عدن خصوصا واليمن عموما، ما يتطلب المزيد من الصفاف الوطني والثوري. أحيى مديرية مرصبة بمحافظة ذمار مساء أمس أمسية رمضانية أقامها شباب التجمع اليمني للإصلاح. وفي المهرجان أكد الحاضرون على أن ثورة 11 من فبراير التي ضحى لأجلها شباب اليمن بأرواحهم ودمائهم لابد أن تحقق كامل أهدافها، مؤكدين أن محاكمة القتلى والمجرمين من نظام المخلوع لا يمكن التنازل عنها. وتخللت الأمسية أناشيد وقصائد شعرية وكلمات عن دور الإصلاح في الأعوام السابقة وتجاربه الناجحة مع اللقاء المشترك في جمع المعارضة في الخارج والداخل. أحيا المئات في مديرية ميفعة عنس بمحافظة ذمار مهرجانا تكريميا لشهيد جمعة الكرامة الحافظ محمد السليماني، وذلك في دار الصديق للقرآن الكريم بمسقط رأسه. وفي المهرجان الذي أقيم تحت شعار حبا وكرامة للوطن ووفاء لمن ضحى في سبيله، أشاد شقيق الشهيد الحافظ صادق السليماني بأصدقاء وزملاء الشهيد الذين أحيوا هذا المهرجان، واعتبر ذلك دليلا على الوفاء الذي يحمله هؤلاء شباب الثورة لجميع الشهداء. أقام منتدى الكتاب والصحفيين بالمركز الإعلامي بمحافظة إب ندوة عن الدولة المدنية الواقع وآفاق المستقبل وخطر العصبية عليها، وتحدث فيها نخبة من الأكاديميين والكتاب والصحفيين بالمحافظة. دشرت مؤسسة التآلف التنموية الخيرية مشروعها الخيري في محافظة الحديدة مستهدفة أكثر من 50,000 فقير في عدد من قرى وريف محافظة الحديدة. الحملة الخيرية لإطعام فقراء الحديدة في هذا الشهر الكريم دشنت تحت شعار كما وعدناكم، وبمساهمة من الحملة الإغاثية الثالثة المقدمة من دولة الكويت لإخوانهم في اليمن. فهذه الحملة الثالثة لإغاثة الفقراء والمحتاجين التي تدشنها مؤسسة التآلف التنموية الخيرية بالتعاون مع دولة الكويت الشقيقة، ويمثل هذه المؤسسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبد الرحمن السماوي ومدير عامها الشيخ أحمد بن محمد السماوي، اللذان يبذلان الجهد الحثيث في سعيهما لإيصال هذه المعونات وهذه المواد الغذائية إلى كل محتاج. تزداد معاناة سكان مدينة دمت بمحافظة الضالع مع كل موسم للأمطار بسبب طرقها الترابية وطفح مياه الصرف الصحي. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. يفرح الناس عادة عند نزول المطر ويستبشرون في كل مدن العالم، ولكن أمر هذه المدينة يختلف، فهي تبكي وتندب حالها كلما جادت السماء وانهمر المطر. دمت المدينة التي سمعت كثيرا جعجعة إعلام نظام المخلوع طويلا ولم تر طحينا، تحال حياة السكان فيها إلى جحيم بفعل الوحل المختلط بمياه المجاري والحمامات. طرق الشوارع كيف هن؟ طيب طرق الشوارع كيف هن؟ اتق الله، احنا ما قالش بالتلابي، نحن ناس مسلمين زي مسلمين زيكم، هذا عبر رضيكم، ها من الله عليكم، ها شوارع مسدودة، شوارع مسدودة لله، شاهد السلطات افتحوا لنا شوارع، نطلب الله خير سنة،
منتظرين عام كامل. منتظرين عام كامل ان شاء الله البيت السريقه بعد البيت السريقه ونسدد الايجارات. ما يعقدون الشوارع لاصحاب البساطات. يسدوا الشوارع من اجل تاجيرها. وحل ومجاري طافحه ومخلفات. أوبئة ثلاثة ورابعهم البلدية التي لا تحضر هنا سوى لإغلاق هذا الشارع أو فتحه متى ما اقتضت الحاجة. طيب اقتضت مياه الأمطار بمياه المجاري بأوبئات الشوارع بمخلفات الباعة والبساطين أدت هذه ككله إلى أمراض وأوبئة منتشرة في السوق. دي رسالة إلى الصحة إلى مكتب الصحة الذي لم ينزل إلى الشوارع ولم يعرف الأضرار التي تسبب عنها تراكم القمامة مع المجاري مع مياه الأمطار والتي أدت إلى مرض الكوليرا الذي حدث العام الماضي في رمضان في الأيام. وكم تسببت وفاة في ذلك؟ كم عدة أشخاص ماتوا بسبب الكوليرا؟ وإن شاء الله لا يتكرر هذا العام. ينظروا إلى الشوارع وإلى صلحوا ما فيه اللازم لكي لا يتكرر ما حصل العام الماضي من المرض. لأن ما جوا الكرار ولا عن المنتزه حق المؤتمر. ثاني أهل البلدية العام أنا الأول أترمي حقي قدوا ملان جوا قد يعني ما في طريق للمخلفات ما فيش أبدا. سألت أحد البلدية قال إنه إحنا مضربين ووفروا أمامكم الآن يبتكر العالم طرقا جديدة لإعادة إنتاج مخلفاته وتكرير ميات الشرب النقية من محطات معالجة الصرف الصحي. فهل يعجز شعب أذهل العالم ذات يوم بحضارته قبل آلاف السنين عن تنظيف مدنه وتصريف مخلفاته؟ نصر المسعدي، قناة سهيل، محافظة الضالع. عقد التحالف الشبابي لقوى الثورة في إب لقاء للقيادات الثورية الشابة في المحافظة يرى فيه مناقشة أولويات الفعل الثوري خلال الفترة القادمة. كما يعتزم التحالف تدشين فعاليات سلمية لوقف الفساد المستشري في أجهزة ومرافق الدولة المختلفة على مستوى المديريات وعاصمة المحافظة. يشكو مواطنو مأرب من تدني خدمة الكهرباء وغياب الجهات المسؤولة عن الكهرباء، ويقول المواطنون إن الشبكة العشوائية تهدد حياتهم بالخطر خصوصا في مواسم الرياح والأمطار التي تتسبب في قطع التيار الكهربائي وتدلي الأسلاك الكهربائية إلى الأرض. من الله على محافظة مأرب بأمطار غزيرة يوم أمس أسهمت في خفض درجة الحرارة التي ارتفعت إلى درجات قياسية منذ بداية شهر رمضان المبارك. أقام مكتب جامعة العلوم والتكنولوجيا بمحافظة الجوف أمسية رمضانية وحفلا فنيا وخطابيا أحيته فرقة الضياء الفنية لطلاب الجامعة وخريجيها، وتم الإعلان عن تأسيس نادي الخريجين واتحاد طلاب الجامعة بالمحافظة. برعاية الشيخ صادق بن عبد الله الأحمر وتحت شعار بالعلم والقرآن نبني الوطن، أقامت مؤسسة حراء الخيرية لتعليم القرآن الكريم والتي تنشط في مديرية مسور محافظة حجة، أقامت حفلا في صنعاء ألقيت فيه عدد من الكلمات والفقرات الشعرية والإنشادية، أكدت في مجملها على فضل تعليم القرآن الكريم. طموحنا إن شاء الله تبارك وتعالى إلى قضية أن يكون له أيضا أوقاف خاصة بهذه المؤسسة المباركة من أجل أن تستمر هذا الخير. قضية تخريج الأفواج المباركة من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى، كما أن لنا أيضا طموحا آخر في المستقبل وهو قضية أن يكون إيجاد دار خاص بالنساء لتعليم القرآن الكريم في مديرية مسور، وإن شاء الله تبارك وتعالى أيضا نحن ماضون في هذا المشروع المبارك. ومن خلال هذه قناتكم المباركة أدعو كل أبناء كل أهل الخير الأيادي البيضاء من المحسنين إلى مد يد العون معنا من أجل أن يعني حتى نستطيع أن نحقق هذه الأهداف التي سمعتموها. وهناك أهداف كثيرة إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن ينقصنا الدعم المالي. المؤسسة تأسست في عام 2010 بترخيص من الشؤون الاجتماعية والعمل لتوسعة العمل على مستوى المحافظة والمحافظات الأخرى، والهدف منها هي إنشاء
جيل حافظ فاهم عامل على كتاب الله وسنة رسول الله. دشنت مؤسسة وفاء لرعاية أسر الشهداء والجرحى بمديرية أرحب حملة الوفاء الرمضانية لرعاية أسر الشهداء والجرحى بتوزيع سلة غذائية رمضانية. تسعى المؤسسة من خلاله إلى سد جانب من الالتزام تجاه الشهداء والجرحى وأسرهم. وتشمل الحملة التي تقوم بها المؤسسة جميع مديريات محافظة صنعاء. دشنت مؤسسة النور المبين للتنمية البشرية مشروع توزيع السلة الغذائية الرمضانية في حي النهضة بالعاصمة صنعاء من خلال 9 مراكز تابعة للمؤسسة. ويعتبر مشروع السلة الغذائية أحد المشاريع الخيرية التي تنفذها المؤسسة. مشاهدي الكرام نذهب إلى فاصل قصير نعود بعده لمتابعة ما تبقى من أخبار فلا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد. اتهمت منظمة العفو الدولية قوات بشار الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال هذا الشهر في مدينة حلب. وناشدت المنظمة في تقريرها مجلس الأمن الدولي بحالة موضوع الأزمة السورية إلى محكمة الجنايات الدولية وبفرض حظر على بيع الأسلحة على سوريا. واتهمت المنظمة قوات الأمن السورية والميليشيات الموالية لها المعروفة باسم الشبيحة بإطلاق النار على محتجين ومارى مسالمين ومن بينهم أطفال. وأكدت العفو الدولية قيام قوات الأمن باستهداف الفرق الطبية وتعذيب المعتقلين. في نهاية النشرة أعود وأذكر بأبرز العناوين. أنباء عن قرارات جمهورية حاسمة خلال أسابيع. العتواني: ممارسة العمل السياسي أسقط الحصانة عن المخلوعة. وفي سوريا الأسد يستخدم طائرات الميغ الروسية في قصف أحياء دمشق. الآن أترككم مع النشرة الجوية. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. دمتم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.